ده مشارك في فيلم فده بيمثلني. ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لي من وانا صغيره، وانا والدي كان بيمسك ايدي كده ياخدني الافلام في مهرجان القاهره، وفكره النهارده ان انا موجوده وليا فيلم في المهرجان ووالدي معايا، فانا متاثره جدا انا وهو بصراحه، يعني مبسوطين جدا وانا فخوره قوي بالفيلم. الفيلم فيه شغل كتير قوي اتعمل، استاذ امير رمسيس، وطبعا وجود فنانه كبيره زي استاذه الهام شاهين، ده خد الفيلم من حته لحته تانية تماما. انا مضيت الفيلم ده سنتين قبل ما الفيلم ده يطلع، يعني قبل ما نبدأ تصويره، فأنا صبرت سنتين عقبال ما نخش تصوير، وبعدين صبرت سنة كمان عقبال ما اليوم ده يجي. فاليوم ده يوم كبير قوي بالنسبة لي ومهم جدا. بينك وبين الفنانة إلهام شاهين أكيد في كاميرا كبيرة جدا، هنشوفها في الفيلم كمان شوية. بتشوفي التعامل مع الفنانة إلهام شاهين؟ أنا تعلمت كل يوم تركيز ممثل، إتقان عمل ممثل من الأستاذة إلهام. بصراحة هي فنانة مبدعة، وكانت بتيجي تبدع كل يوم لدرجة إن ساعات كانت بتعمل شوت وكنت ما بقولش كلام عشان ببقى سرحانة فيها وسرحانة في اللي هي بتعمله. فده بالنسبة لي يعني لحظة مهمة جدا في حياتي، إن أنا جات لي فرصة إن أنا وأستاذة إلهام نبقى واقفين في نفس الكادر، فبشكرها بصراحة إن هي ادتني الفرصة دي. تجوال كتير قوي، يا ترى أنتوا معيشين حظر تجوال إيه في الفيلم ده؟ هو الأحداث بتاعت الفيلم بتقع وقت أحداث حظر التجوال السياسي اللي كان كلنا عارفينه وكلنا عشناه 2013. فيلم وقفة رجالة، ده فيلم أنا عندي فيه دور صغير، فيلم كوميدي، وإن شاء الله في رمضان بإذن الله هتشوفوني في مسلسلي، لسه مش هقول لكم عليه أي حاجة. علاقة بالإنستجرام علاقة قوية وحلوة جدا في الستوري. وحكاية المطبخ معاكي والأكل؟ بحب اطبخ، بحب الاكل. دايما متشاركين الحاجات دي على الانستغرام. ايوه. الناس كلها بتسال الفرح. نسمع جماعه اشاعه ان الفرح يوم الاربعاء والجمعه وفي الجونه والثلاث الجاي والكلام ده كله كلام مش حقيقي. انا مش عارفه، احنا لسه ما قررناش، ولا انا ولا عمر قررنا، بس احنا مستنيين الكورونا تنتهي عشان احنا عايزين نحتفل وعايزين نعمل فرح وعايزين نقول لكم كلكم تيجوا تفرحوا لنا. فان شاء الله باذن الله تعالوا تعالوا على راسي والله. لا لسه يعني ان شاء الله باذن الله احنا مستنيين، يعني يمكن الصيف الجاي او الشتاء الجاي، الله اعلم. احنا فعلا لسه مش واخدين قرار.